تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بافتتاح فعالية براحة الخير بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة المهندس عصام عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين، وذلك في الساحة المقابلة لزاوية المطاعم للجامعة الملكية للبنات والعائد ريع مبالغ تلك الفعالية لصالح الجمعية البحرينية لمكافحة السرطان. وفي بداية الفعالية قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بقص شريط الافتتاح إذانا بانطلاق الفعالية، ثم قام بجولة بدءا من محل الجمعية البحرينية لمكافحة السرطان مرورا بالمحلات المشاركة، حيث تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على صعيد المحافظة الجنوبية وبمبادرة استثنائية ضمن رؤية المبادرات التي تنتهجها المحافظة الجنوبية ذات الأبعاد الخيرية والعائدة على المجتمع بالنفع والفائدة دون مكاسب أخرى. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على حرص المحافظة الجنوبية في دعم ونشر الخير عبر مختلف الفعاليات والأنشطة والتي من شأنها ترك الأثر البالغ والبصمة الواضحة في تعزيز قيم التكافل والتطوع من أجل العطاء والخير للوطن وأهله، سواء كانت على مستوى مؤسسات مجتمع مدني أو أفراد، مشيرا سموه إلى أن المحافظة الجنوبية عامرة بالمساحات والمقاصد التي يمكن استغلالها استغلال أمثل لإقامة الفعاليات والأنشطة ذات الأبعاد السياحية الهادفة والأنشطة الإنسانية الخيرية النافعة، مؤكدا سمو محافظ المحافظة الجنوبية سعي المحافظة المشروع في الوصول إلى الريادة وأن تكون المحافظة المثالية في استثمار ما تسخر به من معالم وصروح تاريخية وترجمتها إلى مبادرات نافعة وجاذبة تجعلها الخيار الأول والأبرز بين محافظات المملكة وملاذ يستقطب المواطنين والزوار. وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بحرص الجهات المشاركة من مشاريع صغيرة وناشئة ومحلات تجارية بارزة في التواجد ودعم العمل الخيري من خلال هذه الفعالية، موجها سموه شكرا وتقديرا للجهات الحكومية المشاركة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وإدارة الإعلام والأمن بوزارة الداخلية، مؤكدا سموه أن التنوع والحجم المميز من جودة الفعاليات والمشاركات يضفي طابعا فريدا وخاصا للأهالي في الاستفادة والاستمتاع بما تقدمه تلك الجهات دون عناء الخروج إلى خارج نطاق المحافظة الجنوبية. جدا بالتواجد في فعالية براحة الخير، الفعالية التي تنظمها المحافظة الجنوبية في هذا المكان الطيب، ولله الحمد هذه الفعالية عبارة عن عدة محلات تجارية بارزة لم تكن تفتح قبل في المحافظة الجنوبية. هذه أول مشاركة للكثير من المحلات، وشاركنا لها الحمد الأسر المنتجة وكذلك الأسبوع القادم القطاع الزراعي وعدد من الشرائح والفئات المجتمع، والهدف أن يكون هناك عمل إنساني. فالريع هذه الفعالية راح يعود إن شاء الله إلى جمعية مرضى السرطان، وفعالياتنا وانشطتنا في المحافظة الجنوبية نحرص أن يكون لها مردود طيب على المجتمع البحريني ويكون لها أهداف إنسانية وأهداف نبيلة يستفيدون منها أهالي المنطقة، ونتطلع من خلال فعالياتنا لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك بلاد المفتح حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد حفظه الله. كلنا شاكرين أيضا لتواجد جميع الجهات المشاركة، ونشكر الأخ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والأخ عصام خلف وزير البلدية والأشغال، ونشكر كل الجهات اللي شاركوا وحرصوا أنهم يكونون هني من أجل أعمال الخير. اللي ميزنا أن فعاليتنا من أجل الأعمال الإنسانية، والمحافظة اليوم تتبنى هذه المشاريع وهذه المبادرات من أجل الخير ومن أجل البوادر الطيبة اللي إن شاء الله تعود بالمنفعة العامة ويستفيدون منها الجميع. أحب أشكر سمو محافظ المحافظة الجنوبية على تشجيع ودعم مثل هذه الفعاليات،
وزارة التربية والتعليم اليوم تشارك في هذا العمل الإنساني التطوعي من خلال عرض العديد من المنتجات الزراعية وأيضا إبداعات أبنائنا في موضوع الإنتاج المدرسي، وهو جانب مهم حيث يتم عمل العديد من الأثاث وأيضا اللوحات الفنية. الهدف من ذلك هو إبراز مواهب أبنائنا الطلبة في هذا الجانب، كما أن اليوم وزارة التربية والتعليم أيضا تعرض بعض منتجاتها الزراعية. مادة الزراعة مادة تحظى باهتمام، والحدائق المدرسية أيضا لها دور كبير في تعزيز الجانب البيئي. هذه الفعالية تقع في حرم جامعي، واليوم احنا نلتقي على عمل خير، ودائما البحرين هي مملكة الخير. أشكر سمو الشيخ خليفة بن علي محافظ المنطقة الجنوبية على استضافتنا وقيام بهذه الفعالية الممتازة. طبعا احنا من هذه الفعالية نبي الهدف منها كذا شيء. الشيء الأول طبعا هو زيادة الوعي بمرض السرطان، بحيث ان احنا نبي ننشر الرسالة المهمة ان هاي المرض طبعا مرض ممكن يشفى منه في حال ان الناس ابتدت تعرف اسبابه، تعرف ان ممكن القيام بفحوصات مبكرة لبعض الانواع من السرطان على اساس نكتشفها مبكرا ونقوم بعلاجها.